بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة الفقه. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الزكاة وخاصة زكاة الفطر. في البداية الزكاة هي من أعظم فرائض وأركان الإسلام التي شرعها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه وسدا لحاجة الفقير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالحكمة من شرعية أو مشروعية الزكاة هي تطهير المال وتزكية النفس وفي نفس الوقت إغناء الفقير. والزكاة عندي ليها شروط عشان نخرجها. بعض الناس يظن ان انا لو مالك للمال يبقى في الحالة دي لازم اطلع الزكاة. لا، الموضوع مش كده. الموضوع بس محتاج يعني يتفهم كده ببساطة. الزكاة واجبة على الانسان المسلم الحر البالغ، وفي خلاف هنا في البالغ. البعض قال لو ان في ولد صغير عنده اموال كتيرة تجب في امواله الزكاة، والبعض زي السادة الحنفية قال لا، الزكاة يخاطب بها المكلف، والصبي ده أو الصبي ده أو الولد ده لسه مش مكلف. طيب مين قالوا إذا ملك هذا الإنسان نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول، يبقى إمتى بنخرج الزكاة يا جماعة؟ بنخرج الزكاة لما يكون مالك للمال، والمال ده يكون بالغ للنصاب، مش أي مال برضو. والمال ده اللي هو بالغ النصاب، يعني بلغ النصاب وزاد عن النصاب، أنا مش محتاجه في أي حاجة ضرورية، وفي نفس الوقت يمر عليه حول كامل. يعني مثلا أنا معي مثلا فلوس مثلا أهي 20,000 جنيه، هل أخرج عليها الزكاة المفروضة؟ قال لا، مش واجب عليك الزكاة المفروضة. إمتى تجب الزكاة المفروضة؟ بنشوف 20,000 جنيه دي بلغت نصاب ولا لا. طب النصاب اللي هو كام؟ قالوا تقريبا كده 85 جرام من الذهب عيار 24، ده على رأي الشافعية وغيرهم. والسادة الحنفية قالوا لا، 100 جرام من الذهب. يعني خلينا في الاحتياط مع مذهب الشافعية 85 جرام واللي كل الناس عارفاه. أنا دلوقتي معايا تقريبا 85 جرام ذهب، أو قيمة 85 جرام ذهب. 85 جرام ذهب مثلا ممكن يعملوا لهم دلوقتي مثلا في حدود 50,000 جنيه. أنا كده معايا 50,000 جنيه أهي. 50,000 جنيه دي بلغت النصاب، أخرج عليها الزكاة؟ قال لا لسه، لسه في شروط تانية. إيه شروط تانية؟ إن 50,000 جنيه دي تكون فضلة عن الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية اللي هي إيه؟ اللي هي الأكل والشرب والسكن واللبس والدواء والتعليم وكل هذه الأمور الضرورية التي يحتاجها الإنسان الآن في حياته. فأنا دلوقتي قاعد في بيتي آمن مطمئن، وأكل وشرب متوفر، ولبسي وسكني وكل شيء. 50,000 جنيه دي مسكتها النهاردة ومش محتاجها في أي حاجة. قال يبقى 50,000 جنيه دي تتوجه إليها الزكاة. طب أخرج الزكاة يعني هنا؟ قال لا، لسه في شرط تاني. إيه هو؟ إن 50,000 جنيه دي يمر عليها حول، يعني مر عليها سنة قمرية ولسه موجودة معك ما انقصتش. فأنا دلوقتي مثلا معايا 50,000 جنيه دي مثلا في النهاردة في واحد رجب مثلا، يبقى إمتى هخرج الزكاة على 50,000 جنيه دي؟ لما يجي واحد رجب السنة اللي جاية ولسه 50,000 جنيه اللي هي النصاب معايا ما انقصتش. طيب لو 50,000 جنيه دي نزلت بقت 45 قبل رجب بيوم واحد، يبقى في الحالة دي ما خرجش الزكاة، لأن الشرط إن 50,000 جنيه تفضل معايا من أول الحول لآخر الحول، من أول السنة لآخر السنة. نقصت عن النصاب قبل الحول بيوم واحد، يبقى في الحالة دي مش واجب عليها الزكاة. طيب أحيانا بيحصل صعود وهبوط في النصاب أو في المال خلال السنة. يعني مثلا أنا معايا 50,000 جنيه النهاردة واحد رجب مثلا، مش محتاجهم في حاجة، خلاص يبقى انت كده خد بالك انت مخاطب كده بالزكاة. لما يمر عليك الحول السنة الكاملة ولسه معاك 50,000 تخرج الزكاة بتاعته. طيب
أنا يوم واحد رمضان الخمسين ألف دي بقيت 40. قال ملناش علاقة، احنا نظرنا هيكون على آخر الحول واحد رجب. في واحد ذي الحجة الخمسين ألف جنيه دي بقت 100 ألف جنيه، برضو ملناش علاقة، عينينا على آخر الحول. طيب بعد شهر بعد شهرين الخمسين ألف جنيه دي بقت 20، بدأت تنقص اهي، بقت 15، بقت 10، بقت 5، بقت 1000، بقت 100 جنيه. قبل رجب بعشرة أيام 100 جنيه، هل أنت خلاص كده الزكاة اتشالت من عليك؟ قال لا لسه، طالما معاك جزء متبقي من أصل النصاب يبقى أنت لسه الزكاة موجهة إليك، ولسه هننتظر لحد واحد رجب. يوم 29 جمادة الآخرة اللي قبل رجب بيوم، ربنا كرمك وال 100 جنيه دي رفعت ل 50 ألف جنيه، يبقى تخرج الزكاة. طيب فضل المال ايه؟ ناقصين ناقصين اصل لحد مواحد رجب جه وما معكش النصاب، يبقى ليس عليك الايه؟ الزكاه. يبقى دي نقطه مهمه جدا في موضوع عمليه الزكاه او اخراج الزكاه، ان انا لازم اعرف احكام الزكاه، ان معايا نصاب والنصاب ده فاضل عن حاجتي الاصليه، والنصاب ده مر عليه سنه كامله ولم ينقص، اذا نقص يبقى خلاص. البعض قال ان الاجناس الاموال تضم الى بعضها. يعني ايه تضم الى بعضها؟ يعني انت حضرتك معاك 50 ألف جنيه من واحد رجب اهو، وجاء واحد رجب الثاني هتخرج الزكاه على 50 ألف جنيه لو لسه موجوده معاك. طب قبل واحد رجب ده بيومين ربنا كرمك ب 100 ألف جنيه، هل تحسب لل 100 ألف جنيه دي حول تاني؟ قال لا، هتضم ال 100 ألف دي على ال 50، يبقى كده كأنك معاك 150، هتخرج على كله. معاك ذهب مثلا 20 جرام، 20 جرام ما فيهاش الزكاة، ومعاك فلوس 40 ألف جنيه، قال 40 ألف جنيه و20 جرام، ال 20 جرام دي تساوي 10,000، فلو حطيت قيمة ال 20 جرام اللي هي ال 10,000 على 40,000 يبقى 50,000، وال 50,000 دول يعملوا قيمة 85 جرام ذهب، يبقى كده تضم المال كله على بعضه وتخرج الايه؟ الزكاة بتاعتك. يبقى دي أول حاجة من أمور الزكاة، إن أنا عرفت كده هطلع الزكاة إمتى، وعرفت الشروط بتاعتها، وإن أنا لو عندي مال استفدته خلال الحول بضمه كله على بعضه طالما الاثنين من جنس واحد. من جنس واحد يعني مثلا لو انا عندي جمال، مثلا جمال ما خرجش الزكاه في الجمال الا لو عندي خمسه، عندي خمسه يمر عليهم الحول بعد كده خرج فيهم جزء اللي هو شاه او قيمه شاه. طيب قبل الحول ما يجي عليها بيوم ربنا كرمني بخمس جمال تانية، يبقى اضم كله على بعضه واخرج الزكاه على العشره، مش هقول احسب للخمسه التانيين زكاه او حول مستقل بيهم. يبقى دي بعض احكام الزكاه عموما اللي لازم نعرفها. مش معنى ان انا ملكت مال دلوقتي يبقى لازم اخرج فيه الزكاه، لا، بشوف المال ده الاول هل انا محتاجه في اكل، في شرب، في سكن، في دواء، في علاج، في تعليم، خلاص يبقى انا كده مش مخاطب بالزكاه. طب لا انا مالك النصاب ده ومش محتاجه في اي حاجه، يبقى تستنى حضرتك لما يمر عليك سنه كامله وتخرج الزكاه. طب ينفع اطلع الزكاه قبل السنه ما تيجي؟ خير وبركه، ينفع، يعني لو بيسميه كده التعجيل في الزكاه. يعني المفترض مثلا ان انا بخرج الزكاه يوم واحد رجب، انا هخرجها قبل رجب بشهرين عشان انا مسافر، ما فيش اي مشكله خالص. لكن اهم حاجه في عند اخراج الزكاه النيه، يا جماعه انا بنوي اخراج الزكاه المفروضه عليا، مش صدقه تطوع او هديه للفقير او كذا، انا من جوايا ناوي الزكاه المفروضه عليا. لكن لو انا مثلا عليا مثلا 1000 جنيه النهارده خرجوا زكاه، وبعدين نسيت موضوع الزكاة ده خالص، فوانا ماشي في الطريق بعض الناس الفقيرة كده يعني طلبت مني صدقة، فطلعت 1000 جنيه عطيته لهم بنية الصدقة وانا ناسي موضوع الزكاة المفروضة، وبعد 5 6 ايام افتكرت ان انا كان عليا زكاة 1000 جنيه ما خرجتهاش. قلت طب خلاص ال 1000 جنيه اللي انا كنت دفعتها للفقراء في الشارع دول يبقى هم دول مكان الزكاة. قال لا ما ينفعش، الزكاة محتاجة لنية. يبقى دي نقطة مهمة جدا، وهي النية عند إخراج الزكاة أو قبل موعد الزكاة، اللي هو لما بعزل المال بتاعي في الحالة دي يجوز أيضا نية الزكاة. يبقى دي بعض أحكام الزكاة الهامة اللي لازم نعرفها عشان نعرف نخرج زكاتنا كويس، ونخرجها إزاي، ونخرجها إمتى.
الأمر الثاني بقى اللي هو أساس المحاضرة، زكاة الفطر. زكاة الفطر للأسف إحنا كل فترة كل رمضان كده بتحصل مشاكل وخناقات ومنازعات كثيرة بين الناس، نخرج زكاة الفطر حبوب ولا ما نخرجهاش إلى آخره. أول حاجة زكاة الفطر واجبة، لازم نخرج زكاة الفطر، وكل واحد بيخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه، يعني عن من يرعاه ويتولاه، فبيخرج عن الأولاد وعن الزوجة برضو وعن لو عنده خدم بيخرج عن الكل. دي أول نقطة، إن الزكاة زكاة الفطر واجبة على علينا كلنا إن شاء الله في رمضان. حتى قالوا حتى لو اتولد ولد قبل مغرب اليوم الأخير نخرج عليه صدقة الفطر. يعني مثلا امرأة حامل ولدت يوم 30 رمضان العصر، يبقى الولد الجنين ده نزل من بطن أمه ولحق في رمضان ساعتين، يبقى والده لازم يخرج عنه صدقة الفطر. طب اتولد بعد المغرب الأخير من اليوم الأخير في رمضان، يبقى في الحالة دي مش واجب على والده أنه هو يخرج عنه صدقة الايه، صدقة الفطر. دي نقطة. النقطة الثانية، هل زكاة الفطر واجبة على الكل؟ كثير من الفقهاء يرى أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان الذي يملك قوت يومه هو وعياله. يعني دلوقتي أنا عندي اللي كفيني أنا وولادي النهاردة كل حاجة، يبقى المفروض أن أنا أخرج زكاة الفطر عني وعن ولادي. الفقهاء التانيين زي السادة الحنفية قالوا لا، زكاة الفطر لا تجب إلا على الإنسان الغني الذي يملك نصاب، زيها زي الزكاة المفروضة بالضبط. يعني لو إنسان ما عندوش نصاب، ما بلغش النصاب عنده، يبقى مش واجب عليه يخرج صدقة الفطر عند السادة الحنفية. لكن طبعا الأولى والأفضل وكلنا بنعمل كده والحمد لله، إن احنا نتحرى من باب الاحتياط، ودي عبادة ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونساعد الفقراء والمحتاجين إن احنا بنخرج زكاة الفطر حتى لو ما ملكناش النصاب، لأن هي زكاة الفطر برضو حاجة قليلة جدا، مش حاجة كبيرة يعني. وسميت بالصدقة، بصدقة الفطر، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يتحرى الصدق والإخلاص عند إخراجها. عشان كده في القرآن الكريم في سورة التوبة لما ربنا تحدث عن الزكاة المفروضة تحدث عنها بلفظ الصدقة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. هنا الزكاة هنا بيتحدث عن الزكاة المفروضة. طب سماها صدقة ليه؟ قال إن إخراجك للمال سواء كان زكاة مفروضة أو زكاة فطر أو صدقة تطوع ينبغي أن تتحرى فيها الصدق والإخلاص عند إخراج. أنت بتخرج الزكاة بتاعتك بكل إخلاص، بكل حب لله سبحانه وتعالى، بصدق، ما عندكش غضاضة أنك أنت تخرج المال وتعطيه للفقراء والمساكين، وما تقولش ده المال بتاعي وأنا متضايق وإزاي يفرضوا علينا ضريبة كده، وإزاي نخرج الفقراء وهم ما تعبوش في المال، ده المال بتاعي. لأ، عشان كده ربنا لفت انتباه لك، دي صدقة، يعني تصدق فيها لأن ثوابها كبير جدا جدا عند ربنا، وربنا سبحانه وتعالى بيطهرك وبيطهر مالك بالجزء المخرج ده. تطهير المال ازاي يا جماعة؟ ممكن نمثلها كده بمثال بسيط بالألم ده. الألم ده عبارة عن ايه؟ عن لبيسة وعن الألم. كذلك المال بتاعي، المال بتاعي مثلا أنا معايا 50,000 جنيه، يبقى هنا توجه الخطاب الشرعي إلي بإخراج جزء من هذا المال للفقراء والمساكين، وقال لي خليك صادق ومخلص في إخراجك للزكاة عشان ده هيترتب عليه بعد كده تطهيرك وتطهير مالك، ويترتب عليه النماء أيضا، لأن الزكاة في اللغة معناها النماء، معناها النماء والزيادة. أنت بتخرج جزء من المال كأنك بتنمي مالك، بتزوده. تزوده زي ده نقص، قال ما في حاجة اسمها البركة، أو ربنا هينفق هيخلف عليك بحاجة أحسن منه من حتة تانية من حيث لا تدري. فهنا المال بتاعي 50,000 جنيه أو 100,000 جنيه، عايز أخرج عليه الزكاة. الزكاة عندنا 2.5%، 2.5% في 100,000 جنيه يعني كام؟ يعني حوالي 2,500 أو معايا مثلا ماشي خليها 100,000 جنيه، 2.5% يعني 2,500، فأنا بخرج 2,500 من المال بتاعي، كأن المال بتاعي ده اللي هو 100,000 جنيه عليه كده تراب، عليه وسخ، عليه ميكروبات، وكل الميكروبات والوسخ والتراب ده اتجمع فين؟ اتجمع في 2,500. فأنا بعمل ايه؟ بروح مخرج 2,500 اللي هي اللبسة هي خرجتها، ده الزكاة اللي أنا خرجها.
خرجت المال بتاعي اللي هطلعه للفقراء والمساكين. هنا حصل ايه؟ ان المال بتاعي الوسخ والتراب والميكروبات وكل حاجه كانت عليه اتجمعت على اللبيسه اللي هي الألفين ونص، فانا رحت مخرج الاذى ده من مالي. يبقى هنا طهرت مالي ولا لا؟ طهرت مالي، وبالتالي كده ربنا يبارك لي فيه وينعم علي ويخلف علي ويزوده لي. اما الجزء هذا اللي حصل فيه الحاجات اللي مش كويسه خلاص خرج في سبيل الله، فده اسمه عمليه تطهير. لكن لو انا فضلت سايب الفلوس بتاعتي ما خرجتلهاش الزكاه، هنا بيحصل ان الجزء اللي كان عليه الوسخ والتراب هيبهت على بقيه المال، وبالتالي المال تمحى بركته. فعشان كده الصدقه، زكاه الفطر، الزكاه المفروضه، اي حاجه بنطلعها نتحرى فيها الصدق والاخلاص. طيب احنا قلنا كده الاولى والاحسن احنا نخرج كلنا نخرج زكاه الفطر عننا وعن ولادنا طالما عندنا المقدره الماليه حتى لو لم يعني نملك النصب. طيب نيجي بقى للمشكله الرئيسه بقى في الموضوع ده، وهي اخراج القيمه في صدقه الفطر. هل نخرج القيمه في صدقه الفطر ولا لا؟ بنشوف خناقات كبيره جدا جدا في رمضان على الموضوع ده. اولا الساده الشافعيه او جمهور الشافعيه والمالكيه والحنابله قالوا نخرج الزكاه من الحبوب بتاعتنا اللي هي التمر والشعير والقمح وكل هذه الامور. ذهب الامام ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه الى جواز اخراج القيمه في صدقه الفطر. جواز اخراج القيمه في صدقه الايه؟ في صدقه الفطر. وعلى فكره ده قول ابي حنيفه في كل العبادات الماليه، في الزكاه، في النذر، في كل شيء. وهنا نقطة، بعض الناس يظن ان القيمة معناها الفلوس. لا، الفلوس ده جزء، دي جزء من القيمة. القيمة دي مفهوم او مصطلح اوسع. ابو حنيفة قال يا جزء اخراج القيمة يعني ايه؟ يعني انا لو هخرج زكاة الفطر مثلا كيلتين قمح او كيلتين شعير، ابو حنيفة قال ينفع انك تخرج الكيلتين دول؟ ينفع. ما قالش ما ينفعش. ابو حنيفه يعني اجاز اخراج الحبوب، هو هنا بيجوز اخراج القيمه، يعني ده امر استثنائي عنده. فانا عليا كيلتين قمح المفروض اخرجهم زكاه الفطر، ابو حنيفه قال لي ينفع تخرج بقيمتهم اي شيء تاني. اي شيء يعني قال لك اي شيء له قيمه هاتين الكيلتين ينفع تخرجه. طب الكيلتين دول يا ابو حنيفه قيمتهم دلوقتي 100 جنيه، قال يبقى خلاص الفلوس دي ينفع تخرج 100 جنيه للفقراء والمساكين، دي صدقة فطر. أو إن الكيلتين دول اللي هم قيمتهم 100 جنيه يساوي قيمة الجاكيت ده، الجاكيت ده ب 100 جنيه. ففي الحالة دي ينفع أخرج الجاكيت ده لأي إنسان فقير بنية صدقة الفطر. أو الست مثلا عندها شنط كتير جدا من اللي بتلبسها في إيديها هدية، فما معهاش سيولة أو محتاجة السيولة، فعايزة تخرج جزء من الحاجات اللي عندها، فينفع تشوف أي شنطة قيمتها 100 جنيه وتخرجها لأي حد فقير. يبقى هنا القيمة مش مختصة بالفلوس بس، القيمة هنا تطلق على الفلوس وعلى غير الفلوس، أي شيء له قيمة. فده مذهب الإمام أبو حنيفة، ومعاه مين؟ معاه الإمام البخاري وسيدنا عمر بن عبد العزيز، ومعاه بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. كل هؤلاء العظام أجازوا إخراج القيمة لعدة أمور. أول حاجة إحنا عندنا حاجتين، عندنا نص وعندنا مقصد من النص. فالنبي قال لنا في بعض الحديث خرجوا الحبوب. طب الزكاة عندنا هنا، قال الزكاة أنت بتنظر فيها الحاجتين، أول حاجة للغني وتاني حاجة للفقير. بتنظر للغني أنك أنت ما تشقش عليه في إخراجه للزكاة، بتحاول تهون عليه الأمور وتيسر عليه الأمور وتطلب منه أنه يخرج المال بالصورة السهلة الهينة اللي ما فيهاش مشقة عليه عشان يحب الزكاة وما يكرهش هذه الفريضة. في نفس الوقت نظرتك التانية بتكون للفقير، أنك أنت بتراعي حال الفقير وتشوف الأنسب ليه إيه والأحسن ليه إيه. هل الأحسن أن أنا أدي له حبوب؟ أدي له حبوب. هل الأحسن أن أنا أدي له فلوس؟ أدي له فلوس. هل الأحسن أن أنا أدي له لبس؟ أدي له لبس. لأن الزكاة من وظيفتها إغناء الفقير وسد حاجة الفقير. فأنا أشوف إيه اللي بيسد حاجة الفقير وإيه اللي بيغنيه وأديهوله. مش الزكاة إن أنا كغني أخرج الزكاة بتاعتي وخلاص وماليش علاقة بالفقير اللي هو عايز يعمله يعمله، لا. أنا بشوف الحاجة اللي تساعده إيه؟ الحاجة اللي تسعفه إيه؟ وأدفعها له.
فالحاجة اللي تسعفه حبوب أدفع له حبوب، الحاجة اللي تسعفه مال أدفع له مال. يبقى ده قول السادة الحنفية ومن معهم. طيب هل عندهم أدلة؟ لأن الناس اللي قالوا ما ينفعش إخراج القيمة نهائي استدلوا بحديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، قال كده بالنص: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يبقى سيدنا ابن عمر بيقول ايه؟ بيقول سيدنا النبي فرض زكاة الفطر ايه؟ صاعا من تمر او صاعا من شعير. فبالتالي هنا النبي ما جابش سيرة القيمة، وبعدين ده النبي قال لك فرض، فهنا اخراج الحبوب فرض. طيب ليه ابو حنيفة قال يجوز اخراج القيمة مع ان احنا عندنا حديث واضح؟ أول حاجة يا جماعة لازم نحسن الظن بهؤلاء الأكابر. إياكم أن تظنوا أو تتخيلوا أن واحد في عظمة الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي علمه وفي ورعه أنه هو ممكن يخالف النبي، مستحيل، هذا أمر لا يقبله العقل. طيب أبو حنيفة ماشي، البخاري اللي هو أعلم الناس بحديث رسول الله اللي هو روى الحديث ده عنده بتاع ابن عمر في الصحيح عنده، يعني هو اللي روى حديث فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير، هو اللي روى الحديث ده في الصحيح عنده، يجي بعد كده يخالف النبي يقول لا ينفع نخرج القيمة وما ناخدش بالحديث؟ مستحيل، أمر لا يقبله العقل. سيدنا عبد الله بن عمر غيرهم من الفقهاء الكثيرين الذين أجازوا إخراج القيمة، هل هنا بيخالفوا النبي زي ما بعض الناس للأسف بتروج دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي بنشوف احيانا بوستات كده على الفيسبوك في رمضان يقول لك القول باخراج القيمه قول مجتهد، والقول باخراج الحبوب قول نبي، فلا تترك قول النبي لكلام غيره. تدليس على الناس وتلبيس على الناس والباس الحق بالباطل. ما ينفعش ان واحد زي ابو حنيفه نقول عليه ان هو بيخالف النبي، ما ينفعش واحد زي البخاري نقول عليه ان هو بيخالف النبي. انت بس حضرتك اللي مش فاهم الصورة كويس ومش فاهم الموضوع بكل ابعاده وبكل ظروفه وبكل ملابساته وبكل ادلته، وانت ارتكزت على دليل واحد. وهيجي لنا الكلام عن حديث ابن عمر ده وهنفهمه الفهم الصحيح ازاي، اللي خلى ابن عمر نفسه يجوز اخراج القيمة. طيب ابو حنيفة قال ومن معه ان احنا بننظر لحالة الفقير، لأن الزكاة لها وظيفة وهي إغناء الفقير وسد حاجة الفقير، فبنشوف الحاجة اللي تنفعه إيه. فمش معقول مثلا في منطقة معينة مثلا في القاهرة مثلا وسط البلد أو غيره أروح أدي الفقير قمح أو شعير، طب هياخد القمح والشعير ده هيعمل بيه إيه؟ مش هيعرف يخبزه ومش هيعرف ينتفع بيه، وهو مش محتاج أصلا للعيش ده، العيش الحمد لله بقى متوفر دلوقتي بوفرة وبكثرة. هو محتاج فلوس عشان يجيب أكل تاني، محتاج فلوس عشان يجيب لبس، محتاج فلوس عشان يجيب علاج، بكرة العيد فعايز يفرح أولاده، فالقمح ده مش هيسعفه، هيضطر يعمل إيه؟ يضطر يروح أي ماركت أو أي محل يبيع له القمح ده، إذا لقى في وسط البلد كمان حد يشتري الحاجات دي، وبالتالي ممكن يبيعه بخسارة. فأنت عطيله كيلتين قمح تمنهم 100 جنيه هيروح يبيعهم بخمسين 20 جنيه. يبقى إحنا هل ده المقصد من الزكاة يا جماعة؟ إهدار الأموال بتاعتنا؟ واحد تاني في منطقة تانية محتاج للخبز والشعير وبيخبزه، ده اللي اديله حبوب، ده اللي هيسعفه في اليوم ده. فهنا لازم نفكر شوية ونحكم عقلنا شوية، لأن الزكاة شرعت لإغناء الفقير وسد حاجته. يبقى ده قول أبي حنيفة. طب هل عند أبي حنيفة أدلة؟ طبعا عنده أدلة كتير من السنة. من هذه الأدلة إن أبو حنيفة بيقول إن اللي أقر القيمة هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس في حديث آخر. مشكلة الناس التانية إنهم خدوا حديث وسابوا أحاديث تانية. فسيدنا النبي أقر القيمة والصحابة نفسهم أقروا القيمة وعملوا بالقيمة. في صحيح البخاري سيدنا النبي لما بعث سيدنا معاذ إلى بلاد اليمن عشان يعلمهم أحكام الدين، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لما جاء عند الزكاة قال له إيه؟ قال له توقى كرائم أموال الناس، يعني احذر انك تاخد الاموال الفخمة اللي عند الناس. اولا كلمة المال يا جماعة لا تطلق على الفلوس بس، الفلوس ده جزء من انواع او نوع من انواع المال. المال يطلق على اي شيء يتمول، اي شيء له قيمة، فالقلم ده مال، الموبايل ده مال، المايك ده مال، ليه؟ لان ده كل حاجة من دول لها سعر، لها تمن، الكتاب ده مال.
كل حاجة من دول لهم لها قيمة، لها سعر، لها ثمن. فزمان كان بيجمعوا الصدقة من الأموال، الأبقار والأغنام والجمال والفلوس لو في فلوس والثياب وكل شيء. فهنا سيدنا النبي قال توقى كرائم أموال الناس، يعني لما تروح تاخد الزكاة من الناس احذر أنك تاخد الأموال الفخمة اللي عندهم. أنت مثلا رايح تاخد زكاة البقر، هتاخد لك كم بقرة من عند الرجل اللي عنده بقر كتير؟ ما تنقيش أفخم وأحسن وأفضل بقرة عنده تاخدها، لأنك أنت كده بتضر صاحب المال. ممكن البقرة دي كبيرة وسمينة، هو مخليها لنفسه عشان يحلب منها اللبن ويشرب منها اللبن وينتفع بيها. فالنبي حذر قال توقى كرائم أموال الناس، كده أنت بتضر صاحب المال. ودي نظرة سبحان الله، نظرة عميقة جدا، أو فلسفة من فلسفات الزكاة عندنا، إن الزكاة يا جماعة مش جاية عشان تقسم ظهر الغني، مش جاية عشان تضايق الغني، لا، الزكاة يراعى فيها الحالتين زي ما قلنا، حالة الغني وحالة الفقير. فأنت وأنت بتاخد الزكاة من الغني ما تاخدش أحسن حاجة عنده عشان ما تضروش، وفي نفس الوقت ما تاخدش أردأ حاجة عنده عشان ما تضرش الفقير، خذ الوسط. فالنبي هنا حذر سيدنا معاذ. طيب في مرة من المرات سيدنا النبي في حديث تاني بقى، تروح لمسند أحمد هتلاقي أن سيدنا النبي دخل على إبل الصدقة، المكان اللي بيجمعوا فيه إبل الصدقة زي الحوش كده، معروف أن ده المكان اللي يجمع فيه إبل الصدقة. فدخل النبي هذا المكان يتفقد الإبل الموجودة فيه، فوجد ناقة كوماء، كوماء يعني عظيمة وفخمة كبيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ نرجع بقى الحديث سيدنا معاذ في البخاري، مش أنا حذرتكم وقلت لكم توقوا كرائم أموال الناس، يعني ما تاخدوش الأموال الفخمة من عند الناس عشان ما تضرهمش. فقال المصدق، المصدق ده اللي هو الرجل اللي بيجمع الصدقات، قال يا رسول الله إن ارتجعت هذه الناقة ببعيرين. يعني يعني كان المفترض ان انا اخد من الشخص صاحب الابل او صاحب الناقه دي اخد منه جملين، كل جمل مثلا قيمته 1000 درهم. فالراجل ده قال لي لا، انا محتاج الجملين دول خليهم عندي وهديك بقيمه الجملين دول الناقه دي، فالناقه دي تساوي قيمه الجملين. ان ارتجعتها ببعيرين يعني خدتها بقيمه الجملين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي اقرار، فده هنا إقرار من سيدنا النبي بجواز إخراج القيمة في الزكاة، حتى لو كانت الزكاة المفروضة اللي هي الأعلى، ما بالك بالزكاة الأدنى اللي هي صدقة الفطر. طيب نرجع تاني لسيدنا معاذ لما راح بلاد اليمن يجمع الصدقات منهم، فخرجوا له الحبوب اللي عندهم. فسيدنا معاذ قال لهم لا، أنا مش عايز حبوب. قال ايتوني بكل خميص أو لبيس، خميص أو لبيس نوع من أنواع الثياب عند أهل اليمن، ايتوني بكل خميص أو لبيس فإنه أهون عليكم وأنفع لفقراء المدينة. هنا سيدنا معاذ نظر للحاجتين، لحال الغني والحال الفقير. قال لا، إحنا الحبوب دي عندنا منها كتير مش محتاجينها، إحنا محتاجين الهدوم اللي عندكم، أنتوا عندكم ثياب كتيرة وعندكم فائض من الثياب والهدوم اللي عندكم، فده أهون عليكم أنكم تخرجوا لنا الهدوم دي وتنتفعوا أنتوا بالحبوب. وفي نفس الوقت الناس في المدينة عندهم الحبوب متوفرة لكن ما عندهمش اللبس متوفر، فده هيكون أنفع ليهم. فده هنا سيدنا معاذ بنفسه ومن فقهاء الصحابة أقر إخراج القيمة. طيب نرجع لحديث سيدنا عبد الله بن عمر، حديث سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ابن عمر بنفسه قال إيه؟ فعدل الناس به، فعدل الناس به نصف صاع من بر اللي هو القمح. يعني ابن عمر اللي روى الحديث هو فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. عدل يعني الناس خرجوا بقيمة الصاع، صاع التمر أو صاع الشعير، خرجوا بقيمتهم إيه؟ نصف صاع من قمح. فعشان كده بنسأل الناس اللي هي بتقول لا يجوز إخراج القيمة، لماذا تجوزون إخراج الرز والفاصوليا واللوبيا والحاجات دي لك من قوت البلد؟ طب هل النبي نص على الحاجات دي؟ لو أنتوا تاخدوا بقى بظاهر الحديث النبي ما نصش على الرز، لماذا تجوزون إخراج الرز؟
يعني فده أمر للأسف يعني عجيب أنهم يتجرؤوا على الأئمة الأكابر ويقولون بمثل هذا الكلام. تبقى الإشكالية الوحيدة عندنا في حديث ابن عمر اللي هو فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إزاي السادة الحنفية يشوفوا الحديث ده ويقولوا لا الفرض مش إخراج الحبوب، ينفع نخرج القيمة؟ إزاي البخاري بنفسه يشوف الحديث ده ويروي عنده ويقول لك يجوز إخراج القيمة؟ لأن باختصار يا جماعة كلمة فرض معناها في اللغة هي التقدير. كلمة فرض هنا مش معناها الإلزام، إن ده فرض عليك لازم تعمله، لازم تخرج من الحبوب. لا، نفهم الحديث وفق دلالات اللغة العربية. كلمة فرض، الفرض في اللغة بمعنى التقدير، وده المعنى الأعم والأغلب للفرض في اللغة. يعني فرض رسول الله، يعني قدر رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. يعني لما تيجي تخرج زكاة الفطر وعايز تخرجها من الشعير أو التمر، قدر الشعير اللي هتخرجه كام؟ قال لك صاع. يبقى فرض هنا بمعنى قدر. فرض لها معاني كثيرة جدا، لكن الفقهاء هنا حملوها على معنى التقدير، لأن ما ينفعش إن أنا أحملها هنا على معنى الإلزام والفرضية، لأن في أحاديث تانية عندنا أجازت إخراج القيمة، وابن عمر نفسه قال إن الناس أخرجت القيمة في زكاة الفطر. ده باختصار شديد بالنسبة للزكاة وزكاة الفطر، أن زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم. بنخرج زكاة الفطر إمتى؟ المفترض قبل العيد، لكن ينفع إن احنا نخرجها طول شهر رمضان. نخرجها حبوب اللي عايز يخرج، بس لازم أنظر لحال الفقير عشان ما شقش عليه. احنا مكلفين برفع الحرج والمشقة على الناس، فأنا ما ينفعش أروح أجيب حبوب للشخص الفقير ده وديها له ويعني وعوله الهم في العيد. هو عايز يجيب لبس، عايز يجيب أكل، فيخليه يروح يلف ويدور عشان يبيع القمح ده ويبيعه بالخسارة، وممكن ما يلاقيش حد كمان يشتري منه. فأنا في الحالة دي بشوف الأنسب والأحسن للفقير إيه. هل الأحسن أدي له حبوب؟ أدي له حبوب. الأحسن أدي له مال؟ أدي له مال. فالقيمة يجوز إخراجها في صدقة الفطر وفي الزكاة دون حرج، وده مذهب قوي جدا 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 وله أدلة قوية جدا جدا، فما فيش أي مشكلة. آخر حاجة، لو أنا ما خرجتش صدقة الفطر لحد ما صلينا العيد، بعض الفقهاء اعتبر أن كده خلاص خرج وقتها، وبالتالي لما تخرجها تحسب لك صدقة تطوع مش زكاة فطر أو صدقة فطر. لكن السادة الحنفية قالوا لا، الإنسان اللي أخر صلاة أو أخر صدقة الفطر لحد ما دخل عليه العيد وما خرجهاش، يخرجها بعد العيد في أي وقت زي ما هو عايز، وتخرج على أنها صدقة فطر وزكاة فطر، ويأخذ ثوابها إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.